بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتعرف على أحد أنواع أنظمة التهريب، وهو الآن Grounded System، الأنظمة المعزولة. الأجندة عندنا في هذا الفيديو راح نتعرف على Advantage والDisadvantage والGround Detection Method الآن Grounded System، بالإضافة إلى استخدام الماتلاب. Advantage، قيمة تيار العطل للأنظمة المعزولة راح تكون منخفضة للغاية، وبهذه الحالة هذا التيار ما يأثر على المعدات، يكون تلف المعدات بسبب هذا التيار ضئيل جدا. هاي أحد ميزات هذا النظام. المساوئ مال هذا النظام، عندنا تتعرض الأنظمة الغير معرضة، اللي الأخص هو نظام الدلتا، راح ناخذ احنا هذا النظام، نظام الدلتا، الى درجات عالية ومدمرة من الترانزيت اوفر فولتج، ولهذا السبب تكون مخاطر هذا النظام على المعدات وسلامة الاشخاص. النقطة الثانية، عندنا جهد الاطوار السليمة اللي هي الهيلثي فيزز اثناء العطل، اذا صار عندنا لاين تو جراوند فولت راح ترتفع فولتيته. مثلا اذا استخدموا فولتية 11 كي في، فولتية الفيز هي 11 تقسيم جذر 3 اللي هي 6.32 كي في، راح ترتفع أثناء العطل تصير فولتية 11 كي في، وهذه الحالة راح يؤثر على العوازل، لذلك يتطلب أثناء التصميم لهكذا أنظمة تكون مستويات العزل عالية جدا. هذه أحد المساوئ أثناء تصميم هذه الأنظمة. عندنا هذا النظام، احنا مثل ما قلنا الدلتا، هذا الدلتا عندنا فولتية الفيز هي شنو؟ فولتية الاي والبي سي هي فولتية فيز 6.32 كي، اذا صار عندنا عارض على فيز اي راح يصير ديسشارج كارنت الارض، وفولتية البي والسي الكابستيف كارنت ايضا يصير ديسشارج كارنت، ويصير تشارجنج يرجع من جديد الى الخط عن طريق الكابستيف بين اللاين والنيوترال للفيز اللي صار عليه العارض. فبالحالة الطبيعية عندنا فولتية الـ A to ground يساوي فولتية AN، هو الـ N يساوي الـ ground ما عندك تهريب، والـ VB والـ VCG نفس الـ VCN والـ VBG نفس الـ VBN، يعني هي فولتية فيز 6.32 كي في لنظام 11 كي في. إذا صار عندنا فولت على فيز A راح الـ VAJ يساوي 0، يصير شيفتنج بالفولتية، فولتية الـ BG والفي سي جي يصير فولتية لاين، فولتية 11 كي في، وراح نشوف هذا من خلال الماتلاب. الديتكشن عندنا للفولت راح تستخدم في حالة عندنا سويتش جير يتكون من عدة قواطع، ويتكون منين؟ من باس بار في تي. هاي الباس بار في تي تحتوي على أحد السكندري وايندنج مالته، اوبن كوندكتر، اوبن في تي، اور بروكن دلتا يسمى، او اوبن دلتا في تي. هاي الاوبن دلتا في تي تحتوي على مقاومه مربوطه على التوازي مع الريلي، هذا الريلي فائته ينطي الارم فقط حتى ينبه المراقب بانه صار خلل باحد المغذيات، يستطيع عزل المغذي البيئي العارض، ويستدل على ذلك من خلال التيارات، تكون التيارات غير متساويه وقيمتها نوعا ما عاليه اعلى من قيمه بقيه المغذيات حسب الحمل طبعا. فائده هذه المقاومه هي تقلل الشيفتنج اوف ذا نيوترال اللي ناتج اما من خلال امبالانس اكزايتيشن باث اللي بالفي تي، او من خلال الفيرو ريزونانس اللي يصير بين الاندكتيف رياكتانس اوف ذا في تي اند ريليز. هسه نشوف الماتلاب سيموليشن. عندنا بالماتلاب سيموليشن عندنا منظومه، هاي المنظومه تكون 3 فيز باور نتورك وميجرمنت وريموت كنترول اند ميتر. نجي على الـ 3 phase power network، عندنا هاي المحولة، هذا النظام محولة مربوطة star and D1، يعني الـ phase shift يكون بين الـ primary والـ secondary هو 30 درجة، يعني الـ vector يقول مالته star and D1. عندنا هاي الـ bus bar VT وهاي المقاومة اللي تكلمنا عليها، عندنا هذا اللود وهذا الـ distribution line والميجرمنت واضحه عندنا في الشكل هذا، والريموت كنترول. ريموت كنترول عندنا الهاي فولتج سايد 132 كي في، فولتيه الاطوار الثلاثه مع الزوايا، وتيارات الاطوار الثلاثه مع الزوايا.
والفولتية ال 11 كي في اللو فولتج سايد، فولتية الأطوار الثلاثة مع الزوايا، وتيار الأطوار الثلاثة مع الزوايا. عندنا السيركت بريكر كنترول اللي من خلاله نسوي اون اوف قاطع الدورة للحمل، الشورت سيركت فولت كنترول احنا ننفذ فولت على الخط اللي نريده لاين تو جراوند او لاين تو لاين حسب الحالة اللي نحتاجها. عندنا الفولت ديتكشن جراوند فولتج، هذا الديجيتال ميتر وهذا انالوج ميتر قرأ القيمة. عندنا السيكونسر البوزيتيف والنيجاتيف، زيرو سيكونس كارنت والبوزيتيف والنيجاتيف والزيرو فولتج. هسه نجي نمثل الحالة الطبيعية، قطع دورة طافي والحمل طافي، العفو الفول طافي، نسوي رانينج للبرنامج. عندنا فولتية الفيز بال 176 كي بي صحيح، والتيار 6.5. إذا عندنا قاطع دورة اون، عندنا الحمل 1 ميجا جهة ال 11 كي بي 52 امبير، 6.5 امبير جهة البرايمري سايد. عندنا فولتية الفيز 6.35 كي بي، عندنا 11 تقسيم جذر 3. مثل ما قلنا النظام ستار ان دي 1، يعني فيز شيفتنج بين البرايمري والسكندري 30 درجة. نلاحظ فولتية فيز اي صفر، نقول بلس 30 تطلع الزاوية 30، ناقص 120 زائد 30 يصير ناقص 90، 120 زائد 30 يصير الزاوية 150. عندنا هنا بالسيكونسر عندنا فقط بوزيتيف كيرنت في الحالة الطبيعية 73 امبير، وبوزيتيف فولتج 8.97 كي في. نريد نسوي لاين تو جراوند فولت ونشوف الفولتية مال الأطوار السليمة. عندنا لاين تو جراوند فولت على فيز A، يعني الار فيز، شوف الاس فيز والتي فيز راح تصير فولتية لاين، هاي المقاومة تصل قيمتها الى 190 اوم، يعني هاي المقاومة تأخذ حسب حسابات معينة تكون قيمتها 30 الى 40% من الريتد فولت امبير الخاص بالفي تي اللي هي هاي الفي تي الريتد مالتها، قيمة هاي المقاومة 30 الى 40% من قيمة هذه الفولت. نطبق فولت ونشوف الجراوند فولتج راح يصير عندنا وبالانالوج وبالديجيتال، وقيمة الهيلثي فيزز ايش راح يصير بيها. ارتفعت الجراوند فولتج عندنا والهيلثي فيزز راح تصل الى فولتية اللاين، اما فولتية الفيز الموصل الارض يصل الى صفر مثل ما تكلمنا عليها بالفيديو. لاحظ الكي في يرتفع الان يصل 11 كي في، وبالفيز اللي عليه الفولت الكي في ينخفض الى الصفر، بينما الجراوند فولت ديتكشن يكتشف الفولت ترتفع عندنا الفولت الى ما يقارب 190 فولت، لان قيمة الجراوند فولت فولتج اللي هي تصير 3 من الفي لاين تو جراوند فولت من السكندري في تي. عندنا الفي تي احنا هي 11 كي في على 110، يعني السكندري مالتها 110 فولت، ف 110 تقسيم جذر 3 63.5، 63.5 ضربها في 3 تصير 190 اوم، فنلاحظ الفولتيه من المفترض تصل الى ال 190 اوم. ونلاحظ السيكونسر سيكونس مال البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو سيكونس، اقرا عندي فقط البوزيتيف والنيجاتيف اثناء الفولت، البوزيتيف والزيرو اثناء الفولت بالنسبه لمن؟ للفولتيه، ما بالنسبه للتيار، اقرا عندنا فقط البوزيتيف والنيجاتيف، الزيرو ما له قيمه، ولهذا السبب ما تقدر تكتشف الفولت باجهزه الفولتيه الطبيعيه او باجهزه الاوفر كارنت، لان قيمه التيار تكون قليله. نلاحظ عندنا فولتيه الاطوار السليمه صارت 11 كي في جهه الدلتا. فولتية الطور موصل الأرض يصير قيمته صفر، والديتكشن فولتج مال جراوند فولت صار 190 فولت مثل ما تكلمنا عليه، يعني قيمته 3 من فولتية اللاين تو نيوترال مال السكندري اللي هي 63.5 في 3 يطلع 190 فولت، صح 190 فولت، ونشوف المؤشر أيضا 190 فولت. هاي بحالة اللاين تو جراوند فولت. والتيار مال الفيز الموصل يصير 134 أمبير، الحمل 1 ميجا. طبعا هيك أنظمة هي صح نادرة الاستخدام، تستخدم بالمصانع
اللي ما يتطلب عليها اطفاء هواي، فمن يصير عندك عارض يعني تقدر تأخر الفصل فترة معينة وتفصله. بس في نفس الوقت بالديزاين مثل ما تكلمنا عليه بالفيديو لازم تكون العوازل تتحمل فولتية فيز، راح يكون مكلف. بس نلاحظ دا سوين ها، دا صار عندنا فولت لاين تو لاين او 3 لاين او 3 لاين تو جراوند، يعني سيمتريكال فولت، راح يتحسس الاوفر كرنت. اما دا صار عندنا فولت لاين تو لاين تو جراوند، ايضا راح يتحسس عندنا الاوفر كرنت، وراح نشوف الحاله مال الفولت. A B to ground fault. نعيد السيموليشن. حالة طبيعية ما عندنا فولت، قيم طبيعية 6.35 كيلو 76 كي في، ما عندي فولت ثاني. ونشوف الجراوند ديتكشن فولت، ماكو. نسوي فولت تو لاين تو جراوند فولت، راح نشوف التيارات ترتفع بقيمة عالية جدا، ولهذا السبب راح يتحسس عندنا الاوفر كرنت. لاحظ قيمة التيار 3000 امبير، وصل ل 4000 الى 5000 امبير. نلاحظ الكي في اكيد ينخفض، لان القيمة راح تكون اقل، يعني عندي بوزيتيف ونيجاتيف وزيرو قيمتها اقل، فالجراوند فولتج راح تقل قيمتها. بس اللي يهمنا بالموضوع بانه نشوف بانه الاوفر كرنت راح يتحسس بالقيمه. قيم الاطوار اللي موصل الارض راح ترجع للصفر، القيم اللي موصل الارض تصير صفر، وقيم الفيز الهيلثي فيز يرتفع الى فولتيه اللاين. لاحظ الارتفاع اللي يصير بالفولتيه اس تي، الان يصل 11 كي في، فولتيه الار والاس تنخفض الى الصفر. نشوف الزوايا اختلفت بقيمه كلش عاليه، بالاضافه الى بالفيس تو فيس فولت حتى البرايمري تاثر عندي، فولتيه الاس قلت يوم تقل، والتيارات ايضا ارتفعت. فلازم يصير تنسيق بين الاوفر كرنت مال 11 وال 132 كيف. نشوف التيارات ايضا قيمتها عاليه هنا 1172 مع 11000، قيمه جدا عاليه. نلاحظ الفولتية ترتفع مال في اس تي، فولتيات ار اس تنخفض. عندنا فقط بوزيتيف ونيجاتيف كرنت، ما عندنا زيرو كرنت لان نظام دلتا، فما راح يتحسس عندنا الاير فولت اذا شادين مناولة الاير فولت. نو بوزيتيف ونيجاتيف وزيرو باللاين تو لاين فولت. نلاحظ الفولتية تستمر بالارتفاع لان تصل 11، فولتية الار والاس تستمر بالانخفاض لان تصل الى الصفر. نلغي الفولت، في التيار للسيموليشن، نرجع نشغل السيموليشن بالحالة الطبيعية. سوي قاطع الدورة اون، شوف الحمل على منطقة 1 ميجا، يرجع لوضعيته الطبيعية لان يسلط علي فولت اخر. اللي هنا ينتهي عندنا الفيديو. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.